أخونا أبو عوض بيسألنا عن النية في رمضان، هل تكفي نية واحدة أم يجدد النية كل تجزي في يوم؟ رمضان نية واحدة لسائر الشهر، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. نية واحدة لسائر الشهر، تمام، هذا عند مالك رحمه الله تعالى، يعني باعتبار أنه الصيام رمضان عبادة متصلة مرتبطة بعضها ببعض، لا يجوز الإنسان يقطع إلا بعذر مرتبطة، زي صلاة الظهر أنا بنوي الظهر بيجزيني للـ4 ركعات، وبنوي الطواف اللي بيجزيني للـ7 أشواط، ده في مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعند الأئمة رحمه الله تعالى في كل يوم تجدد النية، يعني كل يوم تجدد النية. طبعا عند مالك إذا حصل انقطاع، إذا حصل انقطاع تاني جدد النية، يعني امرأة جاء دم الحيض انقطعت تاني تجدد النية، رجل سافر تاني. هي طبعا في النهاية لو جيت تشوف الخلاف الثمرة يعني حاجة نادر ما تحدث، اللي هو إذا أنا نمت من العصر صحيت بعد الصبح الليلة كلها فاتتني، اليوم ده ما بيجزي عند الشافعي والحنابلة. عند مالك بيجزي لأنه بيشترط النية، ما بيشترط النية تجدد كل يوم. عند أبي حنيفة بيجزي لأنه ما بيشترط تبييت النية من الليل في شهر رمضان بالذات، لأنه الأصل فيه الصيام. ده الخلاف بيظهر في حاجة زي دي كده.